بسم الله الرحمن الرحيم. قل عن تخوينو خوني فما حكمه صيام السبي نشتي قل علنا كتصوم سني كما يحكمناتو إذا صام السبي فإنه يؤجر قل عن دهر دا خوينو دهر دا صيمو أجر الله مالتيو. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون السقار كم يو لو من تايب لك أي أقول عتن دم دلو قسي لهم يركبوا له قلن دابله تاي قبر مالتيو ما شاء الله عابيهم حتى ما شاء الله قول عت بالغ ان كل واقل جينا عند الواب لك لا كم خون يقولون انت اكله تالو بفلاي دماني قول عد ماني لو تصوم يا زبل انت اخوينو زي سبزي انت اخذ قبر لك خشجع خاز لك مالتيو حتى تامين عند حد لهم خلاص قريب اجل المغرب شويه تريفات ازل لنا بالك تزناقعم على اساس صباح نقول مدم انت قادروا مالتيو اي نعم. طيب انت دا عاجز كوينو خني كل زي بقوله خصوم إرجان الله ويدماني حمام الله تحمام ودماني مدهاني زي بقوله أنت أخوينه خي إذا سبزن تاي جبر رمضان أتي له عقل له لكن كتصوم أيك ألين مالتيو وي حمام برتع له ويدمان خلاص أريقيه كعرف أيك لين خبل أنت أخوينه يقال له أنت يبلو علماء أطعم عن كل يوم مسكين كل ما علتي مسكين يبلع مالتيو ولا سيام عليك لأن الله عز وجل انت اديت انت دخوين كان لا يكلف الله نفسا الا وسعا قادر دخونه امالتي وله طريقتان في الاطعام حجي اطعام كجبر كله خلته من قد له مالتي اما ان يطعم كل يوم بيومه مسكينا لو ما علتي وعلالا حجي مشت كيدن حدا مسكين يب صباحيتو دماني كم اغيرو يبل يا دماني انت يجبر مالتي مساكين امصيو بحنساب ولا 30 يخونو بحنساب امصيو يبلع مالتي بزيات تناتو حكم تودا مالتي انت دعدلو كم زين بلو زلنا مالتيو جاهز زخنة يبلعهم تزي كونو دماني نصف الساعة نصف الساعة كيلون 4 جرام وين كيلون فرق عن تخون مالتيو كيلون فرق عن تخون نمسكين يهب مالتيو بزي دماني تصيامناتو تبقى علو مالتيو يعني كم ساعي مقصر مالتيو لأنه إمكانية يبلون مالتيو. طيب مسألة مهمة حصول العذر لمن وجب عليه الصوم واجب كونه صيام لكن عذر له كالحائد والنفساء والنفساء مالتيو حائد زلوا سبيتي كومو دماني نفاس نفاس دلا دماني حراس مالتيو جينا دما ديت اففلا زلوا مالتيو ازياتن مانع من موانع الصيام له فلا يجب عليها الصيام واجب يكونن كتصوم بل كتصوم حرامي مالتيو لانه ايغبا اني مالتيو خلافا للاستحاده لكن اللوا حيدنا تالوا فلوت معلتنيروا مستحاده يبهال مستحاده انت مالت كابت ملك معلتو شومنت شومنت معلت شوعت شوعت معلتنيرو تعاداناتا حجي كم حمام ثلاثه معلتي اربعه معلتي وسخ مالتيو زي استحاده يبهال ازي واجب يخصو مالوا لانه حكم انت يبهال مالتيو زي كم مرضي ومرض ما خفيف كصوم سلتخل جديته اي خصو مالوا مالتيو لكن انت دا انت دا حنتي حيد نيرة امو ابوان زهرك خونن كله انت كوين لا مالتي حيدناتا انقطعو مالتي صفيفة حجي اواني حجي ذا سبيتي زي اسني انت تبهال هل صومي امكي ختوعلي ذا تريفات كزلا دي تبهال سني لانه حجي خلاص ملو طهارا يزلكي صلاته طبعا كتجمر يا ولاس خلاص نقول سلدي بلعكيم فرق معلت سلزو خونك سلزو خونس أفتيرك وعلي خمتاز وعلك يا خلاص بلعس تي أتبها أنت أي تحكم ناتها. طبعا خلاف العلماء قالوا كثير من أهل العلم يقولون تمسك بقية اليوم بلو ذات رفاد الله لأنه شهر رمضان شهر عظيم إذن لحرمة اليوم إذا ما علت زي كبيد عبيد درجة زلو سلزو خون إذا مع إذا خبزة زهور زي أجميرة إمساك تجبر مالتيو لكن ثم تقضي يوما مكانه إذا ما علت زي لكن كالي ما علت خص أو ما إيلهم قال علماء دماني أنت يبلو لا صيام يجب أن يبلو مالتيوم مغنياتو إذا سب زي أسني فرق ما علت بلي عاز الله تصي ما تقضي دماني خنبلا إنا ما دام قضي خنبلا أنت أخوي نادماني أصل أبتنقه دي وجبان دحر كوينو خمي جيرنا أمشي الدماني واجب خونكي إنو بلا سلزي كتبلع إفك أدا إبلو حدا كابعتهم شيخ محمد بن صالح العثيمين مالتيو إزي يوتي مسائل مبزحتو جيزي أب سيام زقات مالتيو كالي بزوح جيزي سب زحتو لو انت دعا حامل كوينا تنستسبيت انت دعا كوينا ويدماني تتقبو انت دعا كوينا خي
زي آخر خمية تجبر أنت ده تبايلو زي طبعا أنت أيب العلماء أنت ده تطبو أنت ده خوينا بخلت تشنخ يزر رأي كتفتر أنت ده خوينا لو أنها أفترت وهي تقوى على الصوم ولكن إن سامت انقطع الحليب من ثديها فخشيت من ذلك على ولدها فأفترت من أجل الولد فما الحكم أنا والله كنت أومي خيليتفل يتقبوا عليكم بس إن دحرت أي ملاكين زقلعة تأبير كبنيو هو نتأبير كبنيو حجين تأخذ قبر إن دحرلتنا الحكم في هذه الحالة أن تقضي اليوم الذي أفترته أفترن بأرنبلا لكن تأخذ قبر أخذ مع التزياء كتقضي يا أخي ما أنت زقلعة الكدمان سلزخانة إتعام دمان اللي كفيدي هايلهم علماء من تزقال عسل زخانة هو إزي أثر له صحيح ثابت عن ابن عباس نمتايد عن فيديا دا توتس ألا قدا عند قدا يتكلم تدا إلنا أثر ابن عباس له هو صحيح بلو مالت يوم قال علماء دمان تايب بلو مالت يوم انت دا ننفسا يخون ولا نقول عافري حان تدا أفتي رخوينو قدا ترح يدلوا دبلو دماني ألو مالت يوم مسألة طبعا مسألة يعني خلافية إي مالت يوم طيب آخر مسألة حادثة بليتي نياجيرو فجر خت السي إن دابلن كله دكاس وسيدو مالتيو ملو معلتي دكيسو عيلو مع استسيو الله أكبر كمل كله مغرب شعت السيو هل إذا سيام ناتو صحيح دتخونسي ولا صحيح تخونين طبعا يبلو علماء إذا سبزي نبحك مفرطيو كمي لوز وقت صلوات زخر لوزي وقت صلات كمي غير دا حليفو اذن ني بحقي غدلت الله لكن من ناحيه حكم ناي صيام خ صيامو نيا سلاز غبره مود ماني صيمو سلاز وعلى تا صيامنا تو قبلت يا لكن تاثيم الله ذنب له صلوات زحلفو يبلو مالتهم بخلاف حادثه صيام نيرو اقما حيزو حنقولو صحيتو دي ويد ماني مقمان تا يدبال بتغرينيا فين تخوينو مالتيو لبوت افيو مالتيو عجي ملو معلتي اي تفلط انو عيلو نفسو دحراي لكن مشت تفلطو دحر مغرب اذا سبزي انتاي بل علماء قدن يخونو اذا معلتي زي اقضي ايبلو بل اب مذاهب الاربعه كلاتهم كتصوم مالو بلو مالتيو كقضي اذا معلتي زي ابلو مالتيو الا قول الله مذهب للحنابلة وقول للشافعيه لا اقما نحنا مستسلات هين تحزان حجي تا صيام طرح حجي نتدقيسو زو عليه سيامك صحيح تباهلو حدا دمان انت يكون له بحمام دي وي بقال دمان اغمع حزوه حنقولي تفلطون وعيلو له حجز انت يبلو مالتهم حنقولو سلا زينبره اذا ما عالت زياء كت قد يأي خايب بهال مالتهم هو نعم بزي تن مسائل اقدست زخنا ناي سيام نود مالتهم طبعا كالي مسائل وين له كابزن العلي بالزوح كحزكم ايدلين واسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.